مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده، حلقه مميزه، والحقيقه اتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم لانها حلقه بناء على طلب اصدقائنا. طبعا الطلب مننا حلقه خاصه بالبهارات. البهارات يعني ان احنا نمسك كل مجموعه من البهارات نقول دي بهارات محشي، دي بهارات سجق، دي بهارات لحمه، دي بهارات فراخ. يا ترى ايه اللي بيليق مع الفراخ وايه اللي بيليق مع اللحمه؟ طيب احنا عارفين ده، وبدأ الحقيقة يتعارف عليه كمان من خلال العطارين. يعني بقينا نروح نقول له احنا عايزين توابل مكرونة يروح مدينا، عايزين توابل محشي يدينا، توابل حواوشي يدينا، فهو بيعمل توليفة جميلة. أنا حبيت أن أنا أنقلها لحضراتكم بصورة بسيطة، لأنه خلوا بالكم كمان التوابل أحيانا لما بنجيب منها كميات يعني ساعات بيتبقى عندنا كده شوية نقدر نولفهم، يعني ممكن تحسوا أن بدأت الروايح ها تروح منها او ما تبقاش يعني بالروائح المميزه بتاعتها. في الحاله دي هقول لكم هنعمل ايه، ولازم نستفيد منها ان احنا ندخلها ميكس مع حاجات تانية عشان نستفيد من مجموعه التوابل والبهارات اللي احنا هنشتغل بيها. فانا دلوقتي هعمل كالاتي، هبدا مع حضراتكم، بس مش هبدا باللي في مصر ومشهور بيه، هبدا بالحاجتين اللي دايما نحتاج نشتريهم سواء جاهزين او من عند العطار، لان هم توليفتهم مختلفه وبيختلط عليهم الامر. زي بهارات المصاله الهنديه. المصاله الهنديه دايما بيبقى ليها كده ليهم توابل مميزه، وعارفين كده ايه الحقيقه الهند مشهوره بالتوابل بتاعتها جدا جدا، وفي ليهم كده خمس سبع توابل أساسية مهمة لازم تبقى موجودة، زي الكركم، الكاري، الورق اللورة، اليانسون النجمة، ده لازم يكون من ضمن الحاجات اللي موجودة في معظم وصفاتهم، وفي البرياني عارفين ازاي، القرفة العود، الكسبرة مهمة، عارفين ليهم كده توابل قوية جدا. تعالوا نتكلم عنها الأول ونقول المقادير. بهارات المصالة الهندية لو أنا هعملها، طبعا يفضل لو حضراتكم هتجيبوا البهارات أو هتجيبوا التوابل دي نجيبها صحيحة، يعني هشتري فلفل هجيبه فلفل حبة حصى، أنا باخد شوية بتوعي اللي أنا عايزاهم أدمجهم أو أخلطهم لوحدهم واستخدمه فلفل أسود وأشيل الباقي في الفريزر، لما أجي أعوز هروح واخداه طحناه يديني الريحة القوية يديني الطعم الحلو. فاحنا النهاردة هنتكلم عن ازاي لو حتى بقى عندي توابل حاسس ان ريحتها ما بقتش يعني ها هنعمل فيها ايه. طيب انا هقول الاول عندي 10 جرام من البهارات المصالة الهندية، 10 جرام فلفل اسود حب، 10 جرام قرنفل حب، 10 جرام حبهان حب، 10 جرام قرفة عود، 10 جرام ينسون نجمة او نجمة اليانسون، 10 جرام من ورق اللورة، 50 جرام من الكسبرة الحب، شوفوا بدأنا نعلى اهو، عندي 10 جرام من الكاري، 10 جرام من الشطة، وممكن تستخدموا بديل ليها لو مش حابينها تبقى حراقة البابريكا المدخنة. طيب عندي 10 جرام كركم و10 جرام جوزة الطيب. هنبدأ واحدة واحدة مع بعض ناخد في المطحنة. قبل ما هاخد في المطحنة هاخد اللي هي الحبوب بالمعلقه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسخن طاسه، الطاسه دي سواء فرن او على النار بدون اي مواد دهنيه خالص، لما اكون عايزه اطلع الزيوت الطبيعيه اللي موجوده جوه، شمر، ينسون، فلفل، توابل، قرنفل، اي حاجه من الحاجات اللي ليها فيها زيوت طبيعيه، او حتى المكسرات. المكسرات دايما اوديها الفرن، ما بحبش ان انا لما اكون هعمل رز او اي حاجه اشوحها في سمنه او في زيت، مش محتاجه لان هي فيها نسبه زيوت طبيعيه، هي محتاجه تخرج تتحمص عشان تطلع، فتتحمص وتديني الريحه الحلوه. بصوا بقى هبدا اخد من الحاجات دي واعمل علب صغيره. ليه انا طلبت ان انا اعمل كميات صغيره مع حضراتكم؟ علشان تبقى العلبه صغيره تستخدموها على طول وكل ما تعوزوا تعملوا، لان طبعا التوابل اصبحت كمان اسعارها غاليه شويه، فانا عارفه انه في مننا كتير يحب يعمل ده بحاجات متبقيه عنده في البيت. فخلينا نقول هناخد الكزبره الحب، هرفع بس الطاسه كده معلش خليني هنا لحد ما احط الكميات بتاعتي، ادي الكزبره الحب، كل ما بعمل ده بدعم، وادي الحبهان، شوفوا بقى انا هبدا ايه اشتغل اهي، هاخد كده ورقتين لورا، الحاجات المطحونه مش هاجي ناحيتها، هاخد اللي مش مطحون، حلو الكلام، وهاخد
اليانسون النجمة، نجمة اليانسون دي رائعة، أنا مكسرة منهم شوية أهم. على فكرة طعمها حلو قوي، لو تحط واحدة في الشوربة جميلة، مش شرط كاملة، وبتتحط مع الشاي رائعة. طيب هنا في شوية فلفل أسود، معلش هناخدهم عشان دول من الكمية بتاعتي بالمعيار. خلاص، وهبدأ القرنفل. تعالوا بقى للقرنفل. القرنفل ده مش قادرة أقول لكم على فوائده وجماله، هنتكلم على كل مكون بقى. ده بقى أولا رائع لكل التهابات المفاصل. الناس بتدهن الزيت بتاع القرنفل ده على المناطق، بيدفوه على حمام مية دافية ويدهنوا بيه المناطق اللي هي بتتعبهم. ده قبل ما نتكلم عن الشعر وفوائده، مفيد للأسنان وألام اللثة ومطهر. بيطحن وبيعملوه زي المعجون وبيحطوه على المكان ده. ده للشرب، ساعات بنعمل شاي بالقرنفل، نحط كام واحدة قرنفل في براد الشاي ونشربه. بيعالج آلام المعدة، مهم جدا، بيعالج الإسهال. عايزة أقول لكم كمان مفيد للشعر. الناس اللي عندها بتصاب ببرد كتير وإنفلونزا كتير، كتروا من القرنفل في الشرب، بأنكم تشربوا شاي، أحطوا شوية قرنفل، أحطوا يعني مع حاجة بتتغلي مثلا، ميكس مع مشروب زي الشمر واحدتين، استفيدوا منه. طيب مفيد للشعر، مفيد للشعر. عارفين بقى بيستخدم في ايه؟ يا اما بياخدوا حاجه كده ربع المعلقه دي كده قرنفل مطحون يحطوه مع الشامبو بتاع الشعر، بيغسل الشعر كويس جدا وبينقي فروه الراس بشكل رائع. طيب ساعات ياخدوا القرنفل ده يروحوا غالينه في ميه، يحطوا معاه ورق لورا، ورق لورا من ده، وروزماري، يطول الشعر بشكل، وبيملى الفراغات اللي بتفضى وبينقي فروه الراس للناس اللي عندهم قشره. جربوه بقى. انا ده يعني الحقيقه ايه، الحمد لله ماشي عليه لبنتي، لانه في بعض الولاد او البنات بيبقى عندهم ايه، القشر يزيد شويه فتره الشتاء، على الرغم ان في الصيف شعرهم جميل وبيبقى شعرهم ناعم وكل حاجه، بس بيطول. الورق اللورا مع القرنفل مع حبه البركه، اغلوه على كوبايه ميه وحطوه في بخاخ ورشوا بيه فروه الراس ونضفوها وهي نظيفه، ويتحط. بصوا بقى ده اعملوا بيه كميات قليله، بياخد كل 3 ايام وجددوه بس، وممكن تحطوه في الثلاجه ما يجرالوش اي حاجه. خلاص، عايزه اقول لكم من الحاجات الرائعه زي بالظبط اطراف الشعر. الاطراف الشعر بقى اللي بتبقى مقصفه، حاجتين بينفعوهم قوي. لما بنعمل فنجان قهوه بيتبقى التنوه بتاعه القهوه في الفنجان دي، الاطراف الشعر، او العسل الابيض. بنحط معلقه كبيره على كوبايه ميه سخنه وبنرجها في الرشاش، وبنروح ايه رشنها على الشعر وهو لسه خارج، ولا بيلزق ولا بيجرى له حاجه، بس بيغذي الشعر وبيعالج التقصف. طيب بصوا بقى، انا جبت دلوقتي اهو طاسه سخنتها، وبعد ما سخنتها حطيت التوابل. شوفوا بقى، شموا الروايح قبل بقى ما اطحنهم. انا بقى عايزه اخد حاجه مطحونه رائعه. طبعا انا هطحن الاول اللي هم الحبوب دي، لكن لسه عندي بقيه المعايير هنا اللي انا لسه ما استخدمتهاش، اللي هي لسه الكاري والكركم. حطيناها في ثانيه واحده، فين المصاله؟ اللي هي الكاري والكركم، خلاص، والشطه هناخد منها. تمام، يبقى دي الحاجات اللي ايه اللي احنا هنستخدمها. وادي جوزه الطيب، انا بس هنا استخدمتها ما تبقاش حصى، حاطه منها واحده هنا هي البلحه، لكن حاطه هنا اللي هي الناعمه. خلاص، بصوا بقى الروائح طلعت، اول ما يغمق اللون كده بصوا بقى بدات ايه تدي لون اغمق سنه، اذا الزيوت اللي فيها بدات تطلع. انا بكسر ده قوي عشان لما احط فيه الطحانه، لو عندكم طحنه البن طبعا مش هيفرق معاكم الحاجات دي خالص. انتوا عايزين تعملوها في البيت بطحنة البن تمام، مطحنة بتاعت التوابل تمام، بس عشان ايه ما نجهدهاش لو هي ضعيفة. خلاص، شايفين الجمال؟ تعالوا بقى نتكلم عن الحبهان. الحبهان ده من الحاجات الجميلة، في ناس تشرب شاي بالحبهان. عايزة اقول لكم في ناس تحب تشربوه مع الشاي، تحط الحبهان في الشاي وتحط معاهم اليانسون النجم. عايزة اقول لكم مفيد جدا، لانه بيعالج تسوس الاسنان. زيت الحبهان ده بيخلي البشرة ناعمة، بيديها نضارة كده، يعني لأنه هو مليان بمضادات الأكسدة، بينشط الدورة الدموية بشكل رائع. عشان كده الحبهان ده تحديدا بيدخل في كتير من مستحضرات التجميل. فيعني عايزين نميل بقى للحاجات الطبيعية. فاكرين زمان
هو ده. بصوا بقى على نار هادي، مش معلية النار خالص، النار دافية بتسخن على الهادي عشان عايزة أشم الروائح الحلوة. هاخد بقى الأول ورق اللورة ده، هنبدأ بقى نكسر كده شوية دول. طبعا مطحنة البن زي ما قلت لحضراتكم في مطحنة صغيرة كده، مرة نبقى نعمل بيها حلقة واجيبها لكم تشوفوها، وأسعارها مش غالية تقدروا تحتفظوا بيها. بنطحن فيها كنا البن زمان، طب بشوف ماما بتطحن فيها البن وتحط هي الحبهان وجوز الطيب وتنكه البن بالحبهان وجوز الطيب وكده، وتعمله وتصفيه وتحطه. سبحان الله، يعني زمان كان الدنيا كانت اجمل من دلوقتي. طيب تعالوا بقى نحط بقيه المكونات. خلاص انا كده شميت الريحه الحلوه، تعالوا بقى نشيل ونحط الحاجات الحلوه دي. نجمه اليانسون دي بقى حكايه، عايزه اقول لكم دي مهمه للامساك، لالتهابات المعده. كل الناس اللي بتشتكي من القولون نجمه اليانسون دي مفيده ليهم قوي. عايزه اقول لكم الناس السيدات اللي بتبقى مرضعات بيستخدموا اليانسون النجمه ده او الشمر، لانه بيضر اللبن، فيه نسبه كالسيوم وبوتاسيوم. عايزه اقول لكم كمان من الحاجات اللي بتقلل ضغط الدم وبتقوي عضله القلب، ينسون النجمه ده ممتاز، مهم جدا، لانه كمان الفطريات اللي في المعده دي مهمه من فتره للتانيه ان احنا ناخد حاجات طبيعيه ليها، نستمر على مشروبات طبيعيه حلوه، مش بس نكتفي بالمشروبات الغازيه والحاجات المضره. بصوا بقى بصوا بقى الحاجات الخاصه بالبلسم والشامبو والحاجات دي متحط معاها حاجات، يعني هقول لكم كمان حاجه. بصوا هنا جوز الطيب، وهنا الكركم، وهنا كاري، شطة معلقة واحدة، معلش هزود من جوز الطيب حتة بس، يعني تقريبا نص معلقة صغيرة. خلاص تعالوا بقى ناخد التوابل دي، نسمي الله منا من الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دافية، طول ما هي دافية هتبقى جميلة وتطلع الايه الزيوت بتاعتها. نجرب. دافية البتاعة دي سخنة ودافية من التوابل. تعالوا بقى ايه تقريبا هحتاج محمد مساعدة، معلش يا محمد عشان هي سخنة فالبخار اتكبس جوه، افتحها لي اذا تكرمت. هجيب بقى انا كده بولة وهجهز هنا، احط فيها الخليط ومع الورقة الجميلة اللي عاملاها لي ندى. بصوا الجمال دي كده، توابل المصالة الهندية. تسلم الأيادي يا أبو حميد. بصوا بقى هي محتاجة كمان تتقلب تقريبا كمان. الريحة مش قادرة أقول لحضراتكم، بصوا كده شايفين بهارات المصالة الهندية. تعالوا بقى هنحط هنا، الله على الجمال. هنبدأ بقى تاني وصفة معانا. احنا اللي باقية معانا حاجة بسيطة جداً اللي هي بهارات الكاري الهندي، فنبقى خدنا البهارات الهندية مع بعض في أول الحلقة. بهارات الكاري الهندي دي كمان مفيدة جدا ومهمة جدا، وهنقول لكم استخداماتها في حاجات كتير قوي،
كتيرة كتيرة يعني من وصفات الفراخ والتتبيلات والحاجات. عايزين نعرف الوصفات اللي بتدخل فيها بهارات الكاري الهندي. جميلة جدا. بصوا بقى هنبدأ كده نقول ايه، بسم الله. هنا عندي للبهارات الكاري الهندية هيزيد عليهم واحد، هقول لكم هتجيبوه منين. عندي لبهارات الكاري الهندية، بسم الله، معلقتين من الكمون المطحون. عايزين تجيبوه حصى او حب وتدور التشويحه اللي انا اديتها على النار من غير اي اضافه ماده دهنيه بنحمصه، ماشي. معلقتين كزبره مطحونه، معلقتين كركم مطحون، معلقتين نص معلقه من الشطه، نص معلقه من الزنجبيل المطحون، نص معلقه من الفلفل الاسود المطحون، ونص معلقه من الملح. ده وطبعا الكاري، انتوا ناسيين الكاري يا اولاد. طيب بصوا بقى، طيب بصوا بقى التوابل دي هتدينا في الاخر مضمون الكاري، يعني مضمون الصوص او البودره بتاعه الكاري. تعالوا كده ناخد مع بعض، ادي الفلفل، انا ممكن بقى اخدهم كده هنا عشان اديهم طحنه، نعمل كميه حلوه. وادي الملح، الكمون، كزبره، زنجبيل، شطة، الكركم. عارفين الكركم ما يتحفز مادة الكركمين فيه إلا لما يكون فيه مادة حارة زي الفلفل أو الشطة عشان معطس أهو. عايزة أقول لكم الكركم ده رائع، بيساعد على الهضم بشكل قوي. بصوا كده ناخد تدويرة دي وبعدين نكمل تاني. بسم الله، لا ثانية واحدة، بسم الله. يلا، لا الحمد لله، يعني بردت الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلط بس خليط الحلو ده. بصوا الجمال، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ احنا كده عملنا الكاري بقى الكاري هوم ميد مسحوق الكاري يا جماعة. تعالوا بقى نحط الورقة الجميلة، عاملاها لنا نودي. ادي بهارات الكاري الهندي، هنحط بقى الهندي مع بعض كده علشان أصدقائنا اللي بيحبوا التوابل الهندية. دلوقتي بقى قبل ما أبدأ في المصري هستسمح حضراتكم، هنطلع بريك ونرجع بعد الاستراحة نستكمل مع بعض باقي وصفاتنا من التوابل. حلقة مميزة عشان أصدقائنا اللي بيشوفونا من خلال شاشة قناة الأهلي، بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. عملنا في السيجمنت الأولاني أو في أول حلقة عملنا بهارات المصالة الهندية في البيت، واتكلمنا عن مكوناتها وفوائدها، واتكلمنا عن بهارات الكاري الهندية اللي احنا بنجمع بيها نطلع الكاري منها زي ما حضراتكم شفتوا، ده تكوين الكاري. لكن اللي عايز يدعم بمعلقة من الكاري يدعم، مفيش مشكلة خالص، يعني ممكن يزود معلقة من الكاري من ضمن دي تدي ايه طعم، لكن هو مش هيحتاج. طيب هندخل بقى على البهارات بتاعتنا. اهم حاجه عشان احنا اتكلمنا عنه وعملنا السجق مع بعض، عايزين نقول ان بهارات السجق تكوينها ايه او عباره عن ايه. نبدا ببهارات السجق. معلقتين كزبره مطحونه،
معلقتين كزبرة مطحونة، معلقتين بابريكا، معلقتين توم باودر، معلقتين كمون مطحون، معلقة فلفل أسود كبيرة، معلقة قرفة مطحونة، معلقة قرنفل مطحون، معلقة حبهان مطحون. كل دي معالق كبيرة. طيب هنبدأ بقى ناخد كده ايه مع بعض. شايفين الجمال؟ انا بقى الـ 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 الحاجات الجميلة دي اللي محطوطة هنا، طبعا الحاجة دي كانت في الأساس حب واحنا حمصنا، ما عدا بس البابريكا مش يعني هي بتتباع مطحونة على طول. كل ما يبقى عند حضركم الحاجة صحيحة وتحمصوها وتاخد الريحة هتبقى أجمل. أي توابل حسيتوا إن ريحتها بدأت تروح حمصوها، حمصوها، رجعوا لها زيوتها تاني، تحاول وندخلها في وصفات زي الايه البهارات اللي بنعملها المشكلة اللي خاصة ببعض الأنواع اللي بنستخدمها، تتبيلات بقى فراخ، لحمة، سمك، محشي، مكرونة، سجق، أي حاجة. طيب هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. صوروا بقى الحاجات دي وخليها عندكم، لأن الحاجات دي بجد معتمدة، وصفات معتمدة، يعني إن شاء الله بفضل الله هتجربوها وهتعملوا برطمانات صغيرة تكتبوا عليها اللي حضراتكم عاوزينه. ده التوم البودر، وإن شاء الله مرة تانية نعمل بقى التوم نجففه في البيت والبصل، ونعمل التوم والبصل الباودر. في ناس كتير بتحب تعمل كده. عارفين أنا بدأت أخد بالي موضوع التوابل ده وأجيبه صحيح أحسن وأحمصه أأمن، لأن ساعات في بعض العطارين، مش كلهم طبعا، العطارين الكبار بيحافظوا على اسمه، تدخلوا المحل تلاقوه نظيف ومحترم والحاجة محطوطة شكلها جميل ومحطوطة ببرطمانات إزاز ومتحافظة عليها، لكن في بعض العطارين ما بيبقوش يعني على نفس القدر من النظافة، فممكن تلاقوا الحاجة في حشرات والحاجة دي دخلت جوه التوابل، واحنا الحقيقة بنشتريها ونستخدمها على طول من غير ما ايه ما نفكر يعني، فده بيبقى مش حاجة حلوة يعني. عشان كده انا الحقيقة بميل ان انا دايما احمصها وامن نفسي. بسم الله. نشيل بس الطبق ده وهنحط هنا دي بهارات السجق. بهارات السجق دي عبقريه. في ناس بتجيب بيحطوا عليها احيانا لما بيجي يعملوا السجق في اسكندريه بيحطوا الملح الصيني، انا الحقيقه ما بحبش احطه حقيقه يعني، لكن ايه من ضمن الحاجات اللي اتعودنا على طعمه بره. بصوا كده، بصوا ما شاء الله، بصوا شايفين بهارات السجق، ادي بهارات السجق حلوه صح. تسلموا. تعالوا بقى بسم الله ناخد بهارات السجق يا سيدي. طيب هنبدا بقى، طبعا الكزبره دي كنز، برضو الكزبره دي كنز. اولا الكزبره حلوه لالام الاسنان، بتحسن صحه العظام. الكزبرة دي ليها فوائد كتير جدا. عايزة أقول لكم الولاد الصغيرين ما كانوا صغيرين بيقولوا إيه، أنه الكزبرة كانت من الحاجات اللي ممكن تقنن أو تقلل من التعب الأولاد بالحصبة أو إصابتهم بالحصبة أو التشنجات العضلية، في حاجات كده معينة إيه كانت زمان كنا بنبقى حريصين. كانت الكزبرة دي رائعة سواء الجافة أو الخضرة، تلاقوا كده واحنا بنعمل اي صنف، مش بس الملوخيه، حتى ما بنيجي نعمل القلقاس لازم تلاقوا كده كزبره الجافه مع الكزبره والسلق، تلاقوا كده في اكلات معينه مهم فيها قوي الكزبره الحب دي، حتى لما بنيجي نبخر البيت ساعات بنحط الكزبره الحب دي. وحبه البركه، حبه البركه دي من الحرق، متقال ان يعني الواحد يبخر بيه حبه البركه في يوم الجمعه بيبقى جميل جدا جدا الحقيقه. حبه البركه من الحاجات الجميله الطارده لكل حاجه وحشه في البيت. طيب تعالوا بقى
نعمل بهارات محببة لنا كلنا، كلنا بنحبها، هي بهارات المحشي. هو المحشي كمان بقاله بهارات؟ اه والله بقاله بهارات، وبقى يبيعوها في السوق ويعملوها عند العطارين. تعالوا نشوف طب ايه مكوناتها، على الرغم ان احنا لما بنيجي بناخد السبع بهارات دول ونحطهم مع شويه ملح وفلفل، عايز يشطشط المحشي شويه، وبتبقى خلاص دي توابل المحشي يعني، ما بنحطش حاجه تاني. تعالوا بقى نعمل البهارات دي اللي بنحطها جوه المحشي. يلا بينا نقول بسم الله. بهارات المحشي، بهارات المحشي دي عباره عن ربع كوبايه من الكزبره الحصى، هنحمص بقى الحبه الحلوين دول اللي هم المجففين منهم، وعندي معلقه بابريكا، عندي معلقه بابريكا، وعندي معلقه كمون، نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه بصل باودر، معلقه توم باودر، نص معلقه صغيره من القرفه، عندي نص معلقه صغيره من الزنجبيل، معلقه من الكبابة الصيني، اهي الكبابة الصيني شايفين شكلها؟ الكبابة الصيني دي خرافة، مع اللحوم بقى ما اقولش لحضراتكم عليها، عروق بقى، تتبيلة شوي، كوبيبة، عارفين الحاجات دي؟ الكبابة الصيني دي رائعة، هي دي اسمها الكبابة الصيني، اللي هي بتبقى حب صغنن بلي صغير كده، اهي، أكبر طبعا من حبوب الفلفل الأسود، أنتوا عارفين. طيب، عندي كمان احنا قلنا وصلنا لحد فين يا نودي؟ الكبابة الصيني، عندي بلحة جوزة الطيب، عندي نص معلقه ملح ليمون، ومعلقه ملح عاديه، ومعلقه شمر. حلو الكلام؟ يلا بينا تعالوا بقى نحمص شويه الحاجات الحلوين دول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا هحتاج محمد، معلش اكسر لي دي على جنب كده اذا تكرمت، على جنب كده بالمدقه بعد اذنك. وناخد بقى هنا ننزل الايه، الشمر، القمر ده. بسم الله، قلنا الشمر ده مهم جدا ومفيد بالذات للمشروبات للصدر، وخاصة للأمهات اللي هم بيدر اللبن جدا، للسيدات المرضعات، بيحمي الجنين من التشوهات وبيحميه من اضطرابات المعدة. وعلى فكرة مفيد كمان للشعر، تعرفوا كده؟ حط شوية قرفة بس مش كتير. هو ده بهارات المحشي صح؟ كده هناخد بقى الملح الخشن ده، بصوا هنا الملح العادي، لما نيجي نحط بقى في باقي التوابل دي هنا في الريحه بقى. شوف انا مسخنه دي على نار هاديه وسايباها دافيه، هبدا اقلب التقليبه اللي حضراتكم شفتوها مع بلحه جوزه الطيب اهي، انا ضفتها اهي، شايفين فين اهي جوزه الطيب ادي بلحه جوزه الطيب اهي. تمام، هنحمص بقى. اعملوا بقى الحاجات دي، اهم حاجه تكتبوا على البرطمانات الصغيره، وحاجات جميله احنا عاملينها في البيت رائعه. الله على الريحه، والله ما عارفه اقول لحضراتكم ايه، بس انا عشان الحساسيه بخاف قوي من موضوع الايه، اقعد كتير في الروائح القويه. ما شاء الله ما شاء الله، اهو حمصنا دول حب. بسم الله، كل واحد ليه توابل بيحبها، طعم معين، في ناس بتحب تعمل الحاجات دي مع نفسها، بصراحة رائعة ما أجملها يعني. خليني بس أبص بصة هنا عشان أنا مش عايزة الزنجبيل هاخد حبة صغننين بس، ده البصل والثوم الباودر. ثانية واحدة خلاص، ده البصل والثوم البودر، يبقى ده الزنجبيل هناخد منه حتة صغيرة، وادي الكمون، فلفل الأسود، وادي الملح العادي. نقفل كده. بسم الله، طبعا سخنه جدا،
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عشان سخنة طلع بقى الايه البولة بتاعتهم. هنخلي بقى دول على جنب كده على قد الكميات. هنعمل وناخد دي من البولة دي، نشف دي بس كده. هنحط بقى الورقة بتاعتنا، بهارات المحشي، يا سلام ما شاء الله. بصوا كده اهو، هنعمل شايفين ازاي بهارات المحشي يا سيدي، الريحة روعة. وتعالوا بقى نعمل مع بهارات المحشي، خلينا نعمل السبع بهارات، ايه رأيكم؟ يلا بينا. دول السبع بهارات ولا دي بهارات ايه؟ الشوي. طيب تعالوا نعمل السبع بهارات. حاطينهم فين يا حبايب قلبي؟ بهارات الفراخ اهم، السبع بهارات اهم، هم دول. يلا بينا. فلفل اسود، وكبابة صيني، روزماري، زر ورد، عود قرفة، زنجبيل، خولنجان، وهنتكلم عنه بيبقى فين، موطنه فين، وكمان فوائده ايه، وبيستخدم في ايه. حبهان، جوزة الطيب، قرنفل، كزبرة، ورق لورا. شايفين الجمال؟ احنا اتكسر لنا شويه من الخولنجان هنا اهو عشان بس يستحمل اهو. شايفين الخولنجان ده؟ الخولنجان عشان تبقوا شايفين شكله حلو الكلام. وادي جوزة الطيب، عايزين بس نكسر دي كمان بعد اذنكم، جوزة الطيب الحلوه دي. هناخد بقى التوابل الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا نروح هنا عند الطاسه بتاعتنا اللي بن ايه بنحمص فيها الحلاوه دي. هناخد الحبهان، سبع بهارات دي من اهم التوابل يعني الاساسيه في حياتنا حقيقي. ادي القرفه، العود، وبعدين الروزماري، كزبرة الحب، والورق اللورة، يا حبايب قلبي ان شاء الله بفضل الله، زر الورد، كبابة الصيني، الفلفل الاسود، كزبرة، هاخد بقيت بس الروزماري ده مهم قوي، القرفة الحلوة دي، بقيت الكزبرة هسيب دول كده، والخولنجان هاخد منه واحدتين اهو. عايزه اقول لكم بيقلل من تهيج المعده والحموضه، مهم للغثيان والقيء جدا،
بيحسن الذاكره قوي. عايزه اقول لكم كمان من الحاجات اللي بتقلل نسبه الكوليسترول الضار في الدم، بيعالج الاسهال، بس برضو كتره مش حلو. طب بيدخل في ايه بقى في الاطعمه وبيدخل في ايه فوائده؟ بيدي طعم حلو، بيعمل ايه؟ بصوا، عايزه اقول لكم زر الورد ده بنعمل بيه حاجات كتير قوي، بنعمل منه ريحه الكحك، وبنعمل منه الجيلي والمربى والمثلجات والحلويات كلها. ويدخل برضو زي ما انتم شايفين كده في التوابل. عايزه اقول لكم بيتعمل في المخمريه اللي بيتعمل بيها الجسم، بيبقى رائع. تسلم ايديك. هاخد بس ايه جوزه الطيب، معلش عشان جوزه الطيب دي مهمه بالنسبه لي، ناخد الجزء اللي منها عشان جوزه الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نبطبط بس الايه ورق اللورا ده. تقدروا كمان تطحنوا شويه ورق لورا لوحده لو حابين، وحبهان لوحده للشربات. جوزه الطيب دي من الحاجات اللي بتساعد على علاج الارق لاسترخاء الى حد ما، بس قليل منها، وحلوه جدا لرائحه الفم الكريهه زي القرنفل، وعارفين مفيده جدا للكبد على فكره، علشان تبقوا عارفين يعني. خلي ده هنا. هاخد بقى، خدنا الخولنجان والحاجات، هناخد من هنا باقي المكونات اللي هي بس نص ونص ونص. نزلوا تاني المقادير وانا شغاله يا حبايب قلبي، عشان اصدقائنا يعرفوا احنا بنعمل السبع بهارات. اهم حاجه فيهم زر الورد زي ما قلت لكم، زر الورد، كبابه الصيني، حبهان، الورق اللورا، اسفه، كزبرة، الكمون، نضيف بقى الباودر الغامق ده بعد ما نخلص عشان الكميه بتاعته اتملت. طبعا هنشيل الخولنجان ده في جنب هنا لما نحتاجه، وهبدا بقى اجهز بوله ثانيه نحط فيها، ماشي، نحط فيها هنا يا روح قلبي بقيه الحاجات اللي احنا عملناها دلوقتي. طبعا لازم يكون البرطمان نقي ومعقم، وما تحطوش وهو لسه سخن وتقفله عليه يكون فيه بخار طالع منها، والا هتبوظ وهتعفن. ماشي، الريحه مش قادره اقول لكم، بس من الايه التوابل الزياده اللي هنا، وهنقلب. ما شاء الله. وهناخد السبع بهارات. ادي السبع بهارات، يلا بينا نستسمح بقى حضراتكم. هنطلع لبريك، ونرجع بعد البريك نكمل الوصفات الحلوه الاساسيه اللي احنا في انتظارها دلوقتي. بعد ما نرجع من الاستراحه نبدا في بهارات السمك
وبهارات الشوي الجميلة اللي كلنا بنبقى حابينها، حاجة سهلة وسريعة، ونشوف هنعمل إيه بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. يلا بينا نبدأ في البهارات اللي هنعملها دلوقتي. هنعمل بهارات شوي سريعة بسرعة، وبعدين نبدأ بقى ندخل على البهارات الأساسية بتاعتنا اللي احنا عايزينها. طيب هنقول بهارات الشوي. بهارات الشوي هي بسيطة وجميلة، وتقدروا بقى حضراتكم تزودوا حاجة، تشيلوا حاجة، تحطوا مكانها حاجة انتوا حابينها بالنسبة لنوع البهارات أو للشوي اللي احنا هنستخدمه، مفيش أي مشكلة خالص. طيب بهارات الشوي قولوا لي كده حبايبي عشان انتوا نزلوها بعد اذنكم. ربع كوبايه من الكاري، معلقه صغيره من الزعتر، معلقه صغيره ملح صيني، معلقه صغيره روزماري، معلقه صغيره حبهان مطحون، ومعلقه كبيره من السبع بهارات اللي احنا عملناهم. حلو الكلام، موضوع بسيط جدا. تعالوا ناخدهم كده مع بعض. عموما انا بس هحط الروزماري هنا بس ياخد كده تطعيمه حلوه، والزعتر خلاص عشان هما حاجتين مهمين جدا. هناخد بقى من الكاري، خلوهم شويه يا اولاد المقادير لو سمحتوا عشان لو حد بيصور يلحق يصور، والملح الصيني اذا تكرمتوا، وادي السبع بهارات عشان اصدقائنا، وادي بصوا ريحه الزعتر على طول فورا، والروزماري انا مدفيه على طول. الايه دي من الحاجات الاساسيه تتحط في الشوي، رائعه. اللي عايز بقى يزود حاجه معينه براحه حضراتكم، براحتكم جدا. بسم الله هناخد بقى التتبيله الحلوه دي ونروح هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. يلا بسم الله. يلا بسم الله. نجهز بقى بولة هنا ليها، ايوه ناشفة وجميلة، وزي ما اتفقنا لو هي لسه فيها بخار مش هنحطها دلوقتي ونقفل الكفر بتاع البرطمان خالص، هنسيبه لما يهدى تماما جدا. خلاص وناخد بقى البهارات الشوي دي اهي. الروزماري مفيد جدا للذاكرة، عايزة اقول لكم بيساعد جدا على التركيز عشان تبقوا عارفين، مفيد للمخ جدا. عايزه اقول لكم بقى الروزماري ده لما بنحطه على زيت زيتون، ساعات في نحطه كده في المطبخ في ازازه زيت الزيتون، بيستخدم في الاكل، بيدي نكهه حلوه وطعم، وكمان للشعر تلاقوه مقوي جدا لبصيلات الشعر. ممكن قوي نعمل منه حمام زيت وبعدين نغسله بعد كده. تعالوا بقى نعمل البهارات الثانيه، وهي البهارات السمك. بهارات السمك كمان من البهارات المميزة جدا. يلا بينا تعالوا نقول مقاديرها. بهارات السمك عندي كمون وكزبرة، فلفل اسود، زر ورد، عودين قرفة، بابريكا، توم باودر، رشة من ورق اللورة المطحون، جوزة الطيب. ادي البهارات بتاعة السمك. يلا بينا هناخد كده جوزة الطيب هنا، هنحمص شوية اللي هما احنا محتاجينهم، وهناخد كده زر الورد والكسبرة هنا كده، ورقتين الورق اللورة والقرفة. خلاص اهي عايزين نكسرها كويس، والله طيب نعمل دي كده. عايزه اقول لكم الجوزة الطيب دي بيحطوها في وصفات كتير جدا، شوكولاته سخنه، الشاي،
بتتحط في التوابل بتاعه القرنبيط، بطاطا الحلوه حطوها فيه مع التفاح الحاجات دي. بصوا كده، تعالوا بقى ناخد باقي التوابل. بهارات السمك، تعالوا كده بسم الله. بتبقى سخنه وكده، ننشف البوله ونبدا نحط الورقه بتاعتنا لبهارات السمك. مهمه قوي فيها بهارات السمك دي، وهناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بهارات السمك هنوديها هناك ونعمل من البهارات المطلوبه جدا الحلوه قوي اللي بنحبها كلنا، بهارات الكبسه. تعالوا بقى كده نعمل مع بعض اخر حاجه بهارات الكبسه الحلوه دي، لان بهارات الكبسه برضو محببه لينا قوي، حتى ممكن تستخدم مع اي رز برياني حضراتكم حابين تعملوه. يلا نقول المقادير مع بعض. بهارات الكبسه عندي: فلفل اسود، كبابة صيني، زر ورد، قرفة عود، زنجبيل حصى هوريكم شكله دلوقتي، خولنجان عقربي بيتباع عند العطار الخولنجان وهنتكلم عنه برضو، وعندي حبهان حب، وعندي قرنفل حب، كسبرة حب، شمر، ليمون اللومي، وانا اللومي ده انا هوديلهم واحدة يكسروها لي، ليمون اللومي، وعندي كمان الشطة. شوفوا بقى المقادير بتاعتها مميزة ازاي. طيب الخولنجان مهم جدا والزنجبيل مهم جدا، هناخد كده منه ايه حتتين. خلينا هنا عايزه اقول لكم هو من عائله الجنزبيل والكركم، يعني يعتبر نكهته حاده. ليه طعمه مميز كده. تعالوا بقى ناخد القرنفل، مهم قوي القرنفل والحبهان في الوصفه دي قوي مع القرفه، وهناخد حبوب الكزبره كمان، يعني خدوا من كل حاجه حاجه، زر الورد طبعا، الليمون اللومي، شايفين؟ قلبوا بقى الحبه الحلوين دول، انا عشان نحافظ على المطحنه بتاعتنا، شايفين ازاي؟ ودي في انا خدت منه من المتكسر يا اولاد اهو، هاخد منه من المتكسر الخولنجان عشان احنا كسرنا منه، هو ده. نقلب بقى وناخد هنا وطبعا الفلفل الاسود والشمر. الشمر ده كان متحمص فانا ما حطيتوش، يعني هو متحمص فانا ما حطيتوش تاني عشان ما تبقاش نكهته يعني ما يبقاش يدي طعم مش حلو. خلاص طيب هناخد بقى كده ونروح هنا نسمي الله. بهارات الكبسه دي بقى مش هتستغنوا عنها ابدا، بيتباع الخولنجان العقربي مش هتلاقوه في اي حته، هتلاقوه عند عطار من العطارين الكبار المعروفين في مصر. ان شاء الله تلاقوه، هو الزنجبيل برضو. Thank you.
طبعا انا بعمل الحركه دي عشان ما اضطرش ان انا كل شويه افضي يعني وافتح واقلب. طبعا لو مطحنه البن مش هتعمل مع حضراتكم كده خالص. مطحنه البن من الحاجات اللي بتجيب من الاخر، عشان كده هو حتى في المطحنه اللي عنده قويه، علشان هو بيحط الحاجه كده وبيركبها كده قدامنا. لما بعوز حاجه بقول له مثلا انا محتاجه تحط لي من كذا ومن كذا ومن كذا بهاراتي الخاصه، فيروح عاملها لي. تعالوا بينا بقى نحط الورقه بتاعه بهارات الكبسه الحلوه دي، ونقدم بهارات الكبسه القويه الجميله اللي احنا عملناها. كده اوكي يا روح قلبي، شايفين الريحه؟ لا، البهارات في البيت حاجه تانية يا جماعه، يا جماعه البهارات في البيت بجد صدقوني حاجه تانية. يعني لما بنعمل البهارات دي في بيتنا النكهه والريحه والحاجه الجميله اللي احنا عملناها بتختلف والله بجد عما بنشتريها من بره. اذا ما كانش عطار كبير وعالي صاحب كتير والحاجات دي على طول بيعملها اول باول، فما بيعملش كميات كبيره بتقعد عنده، فعشان كده نستمتع بطعم الحاجه. ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم، تجربوها تقولوا لي اخبارها ايه في الطعم بالنسبه لكم. اسمحوا لي بقى، احنا النهارده عملنا الحلقه الخاصه بالتوابل، عملنا كميه كبيره من التوابل يعني اللي احنا بنحبها وعاوزينها، وعملنا المعتاد والغير معتاد زي المصاله الهنديه وبهارات الكاري، كوناها مع بعض، وبعدين بدانا في بهارات المحشي وبهارات الكبسه وبهارات السجق وباقي البهارات الحلوه اللي احنا عملناها، بهارات الشوي والحاجات الجميله دي. ان شاء الله نعمل مع بعض بهارات اللحم والفراخ، علشان كمان دي من البهارات الأساسية. عملنا كمان مع بعض السبع بهارات، وعملنا بهارات السمك، هنعمل مع بعض بقى الفراخ واللحم، علشان اللي حابب يعمل بهارات فراخ أو بهارات لحمة في البيت يعملها بطريقة جميلة ويبسط بيها إن شاء الله. دلوقتي بقى اسمحوا لي نستعد مع حضراتكم لاستراحة عشان نستقبل الفقرة الطبية بعد الاستراحة، في انتظاركم.